لينس تنشن ريليشن شيب، او ما يعرف بفرانك ستارلينج لو، وهو الافكت اوف البريلود. من اسمه كده واضح انه لينس تنشن ريليشن شيب، انه علاقه بين اللينس طول المسل فايبر والتنشن، والمقصود هنا بالتنشن الاكتف تنشن، عشان معانا كذا صوره من صور التنشن. هنا الاكتف تنشن اللي هو الفورس اوف كونتراكشن، يعني هو علاقه بين طول الفايبر اللي هيبدا منه الكونتراكشن والفورس اوف كونتراكشن. الكلام ده ينطبق على السكليتال ماسل، وينطبق ايضا على الكاردياك وسكليتال ماسلز. القانون بتاع فرانك وستارلينج بينص على انه ويزن ليميت، في حدود معينه، الفورس اوف كونتراكشن وهو الاكتف تنشن اوف ذا ماسل از دايركتلي بروبورشنال تو اتس انيشال لينس. يبقى في علاقه طرديه بين اللينس والتنشن. مين هو اللينس؟ هو الانيشال لينس. ومين هو التنشن؟ هو الاكتف تنشن. طيب يعني ايه اكتف تنشن؟ يعني ايه انيشال لينس؟ الانيشال لينس هو الطول المبدئي، الطول اللي هتبدا منه العضله كونتراكشن، هو اللينس اوف ذا ماسل فايبر جاست بيفور ذا ستارت اوف كونتراكشن. كل ما تبدا العضله كونتراكشن من طول اكبر، كل ما هتدي كونتراكشن اقوى، لكن وزن ليميت. اذا انيشال لينس هو الطول اللي هتبدا منه الكونتراكشن. طيب والاكتف تنشن، معانا كذا صوره من صور التنشن، في حاجه اسمها الباسيف تنشن وحاجه اسمها اكتف تنشن وفي التوتال تنشن. الباسيف تنشن هو التنشن اللي بيظهر في العضله بسبب الاسترتش، انا همسك عضله واشد العضله لبره، هيبدا يحصل فيها تنشن، بدليل لما انا اسيب العضله هترجع مكانها على طول، يبقى كانت اندر تنشن. والباسيف تنشن ده دايركتلي بروبورشنال مع الانيشال لينس وزاوت ليميتس. كل ما اشد العضله لبره كل ما التنشن فيها يزيد، اشد اكتر التنشن فيها يزيد اكتر، لغايه ما يحصل تير للعضله، تبوظ العضله. وده بيقال انه بيحصل لما اشد العضله الى 3 أضعاف الطول بتاعها. يبقى هيفضل يزيد معايا الباسيف تنشن ده لغايه ما يحصل تير للمصل. ده مش قصتنا. قصتنا احنا الاكتف تنشن، هو التنشن اللي ديفلوب في المصل بسبب الكونتراكشن. وده اللي هو دايركتلي بروبورشنال مع الانيشال لينس ويزن ليميت. وتالت صوره معانا من صور التنشن التوتال تنشن، وهو المجموع الاكتف زائد الباسيف. يعني لو عضله انا شديتها لبره ظهر فيها باسيف تنشن ورحت مديها ستيميوليشن فانقبضت، فراح ظهر فيها اكتف تنشن على الباسيف تنشن اللي كان موجود، ده نسميه توتال تنشن. فانا ممكن اقيس الباسيف تنشن، اشد العضله واشوف مقدار التنشن اللي فيها، وممكن اقيس التوتال تنشن ان انا اشد العضله هديها كونتراكشن، هديها ستيميوليشن حصل كونتراكشن، واقيس التنشن اللي ظهر، ده التوتال باسيف زائد الاكتف. لكن ما عنديش وسيله اقيس بيها الاكتف مباشره، فبضطر ان انا احسب الاكتف تنشن ده بان انا اطرح الباسيف تنشن من التوتال تنشن. نفهم اكتر. عرفنا في يمكن الموضوع اللي فات، موضوع الايزومتريك والايزوتونيك، ان العضله فيها نوعين من الاليمنتس، كونتراكتايل اليمنت الاكتينوم والمايوسين، لكن فيها ايضا الاستيك اليمنت. شايفين كده الالاستيك فايبرز اللي ماسكه المايوسين في الزد لاين، تمام، في الاستيك اليمنت. وفي كمان ده اللي بنسميه سيريس الاستيك، زائد كمان الالاستيك فايبرز اللي ماسكه الكونتراكتايل اليمنت ده على بعضه كمسل فايبر في البون، سواء يعني كان ده داخل التندون في الاستيك فايبرز، وداخل التندون هنا في الاستيك فايبرز عند الاوريجن وعند الانسرشن. ده اللي اسمه سيريس الاستيك. في كمان بارلل الاستيك، ان بين المسل فايبرز وبعض، لو ده ساركومير داخل المسل فايبر وفي ساركومير اخر داخل المسل فايبر اخر، برضو بينهم وبين بعض بيكون في الاستيك فايبرز. فاحنا معانا نوعين من الاستيك كومبوننتس، سيريس الاستيك وبارلل الاستيك. لما اعمل باسيف ستريتش همسك العضله هشد من الناحيه دي كده لبره وهشد من الناحيه دي كده لبره، همسك عضله واشدها من الناحيتين، هتبدا الالاستيك اليمنت ده اللي فيها يتشد، سواء السيريس الاستيك ده او ده، او البارل الاستيك برضه هيتشد معايا لبره، وهنا يظهر معانا تنشن. ممكن اقيس التنشن في الحاله دي. يبقى التنشن اللي ظهر في العضله بسبب الاسترتش ده بسميه باسيف تنشن. طيب الاكتف تنشن ان انا هثبت الاوريجن وهثبت الانسيرشن ما يتحركوش،
وأدي العضلة ستيميوليشن فينزلق الأكتين أوفر الميوسين، فيصغر معايا طول الساركومير، فيصغر معايا طول الفايبر. لو افترضت إن ده كده على بعضه يعتبر هو كل الكونتراكتايل إليمنت، هيصغر في الطول، اللي هنا ده هيجي هنا وده هيجي هنا، فيعمل إيه؟ فيشد معايا الإلاستيك إليمنت. يبقى في شد حصل في الإلاستيك إليمنت بسبب الكونتراكشن، تمام. اذا الالاستيك اليمنت ده ممكن يتشد بسبب الباسيف ستريتش، وده هسميه باسيف تنشن، او ممكن يتشد بسبب الكونتراكشن فنسميه اكتيف تنشن. ولو انا شديت الاول العضله لبره ظهر فيها باسيف تنشن، فديتها ستيميوليشن فراح حصل كونتراكشن شد اكتر الالاستيك اليمنت، كده اللي ظهر معايا توتال تنشن. اطرح التوتال ناقص الباسيف يديني الاكتيف تنشن. اللينس تنشن ريليشن شيب هو علاقه ما بين الانيشال لينس وقوة الكونتراكشن اللي هتظهر. القانون بيقول ان كل ما الانيشال لينس يزيد كل ما الفورس اوف كونتراكشن يزيد، لكن وزن ليميت. تعالوا نشوف ده على الرسم. ده طول الساركومير، هنا الانيشال لينس اللي هنبدأ بيه اللي هو حوالي 2 مايكرون، وده طول الساركومير. برضو احنا الساركومير طوله بيختلف معانا، وحتى مصطلح ريستنج ده المكتوب معانا ريستنج لينس بيختلف فهمه من حسب نقصد ايه بريستنج. في ناس تقصد بريستنج ان هي وزاوت كونتراكشن يعني اثناء الريلاكسيشن، وفي ناس تقصد بريستنج انه اوتسايد ذا بودي، لان احنا عارفين ان العضلات مشدوده بين اوريجين وانسيرشن، يعني حتى داخل الجسم والعضله ريلاكسد فهي مشدوده، يعني فيها تنشن. ففي ناس تقصد بريستنج لينس اللي هو طول العضله وهي داخل الجسم بين الاوريجن والانسيرشن، لكن وهي وزاوت كونتراكشن وهي ريلاكسد. وفي ناس لا تقصد بريستنج لا بره الجسم خالص، انا اخلع الاوريجن واخلع الانسيرشن تبقى العضله بره، فكده التنشن اللي فيها اختفى، الباسيف تنشن اللي فيها اختفى. ايا كان ده او ده، خلينا احنا بره الجسم. شلت عضله من مكانها وبعمل كده تجربة، هروح مثبت الاوريجين ومثبت الانسيرشن بس من غير ما اشد العضلة اي شد، هيكون ليها طول معين بالتأكيد. وانا بره الجسم مش هو الاوبتيمال لينس، هيبقى لينس اقل شوية اللي هو بالظبط حوالي 2 مايكرو، لكن والساركومير مشدود داخل الجسم طوله لا هو تخطى ال 2 مايكرو، ما بين 2.1 من 10 الى 2.2 من 10 مايكرو، لكن واحنا داخل الجسم بيبقى واحنا معلش بره الجسم بيكون اقل من 2 مايكرو. يعني هنفترض ان عند الطول ده هو الريستنج اللي هو الريستنج اللي بره الجسم. في الحاله دي لما ادي الماسل ستيميوليشن اداني كونتراكشن بالمقدار ده بالقوه دي. طيب هبدا اعيد مره ثانيه وهعمل ديكريز لللينس، همسك العضله واروح ضاغطها بحيث ان اللينس بتاعها يصغر، اديها نفس الاستيمولس اللي فات الاقي الكونتراكشن اصبح اقل. كل ما اللينس يقل كل ما الفورس اوف كونتراكشن هتضعف. طيب تعال نزود اللينس، بزود اللينس بزود اللينس، كل شويه الاقي الكونتراكشن الفورس بتاعته عماله بتزيد لغايه ما عند طول معين اداني افضل كونتراكشن. لما بدات ازود اكتر من كده بدا الكونتراكشن كمان يضعف. يبقى اذا كده معايا ان العضله ليها طول معين بتدي عنده كونتراكشن معين. لو انا هعمل ديكريز لللينس بتاع الماسل فايبر هيبدا الفورس اوف كونتراكشن يقل، ولو هبدا ازود اللينس هيبدا الفورس اوف كونتراكشن يزيد لغايه ما اوصل لاوبتيمال لينس طول مثالي. لو هبدا ازود كمان اباف الاوبتيمال لينس هيبدا يضعف الكونتراكشن لغايه ما في الاخر يختفي الكونتراكشن، يبقى الفورس بزيرو. وده لو طول الساركومير وصل 3.6 من 10 مايكرو يختفي الكونتراكشن. واحنا عضلاتنا داخل الجسم مشدوده بين الاوريجين والانسيرشن الى الاوبتيمال لينس اللي يدي احسن كونتراكشن، بحيث لو انا خلعت الانسيرشن من مكانه ورحت شادد العضله سنه وثبتت الانسيرشن في مكان ابعد، يبقى انا كده بزود اللينس بتاع الماسل وهيضعف الكونتراكشن. ولو انا خلعت التندون من مكانه ورحت رجعت التندون سنه كده لورا ورحت مثبت الانسيرشن في مكان
اقرب للاوريجين هيصغر طول العضله، وبرضه الكونتراكشن هيضعف. فاحنا عضلاتنا في الجسم مشدوده الى الاوبتيمال لينث اللي يدي احسن كونتراكشن. طب يا ترى ايه التفسير؟ ليه لما يصغر الطول الكونتراكشن يضعف، وليه لما الطول يزيد الكونتراكشن يزيد لغايه حد معين وبعد كده يبدا يقل؟ فقال لي عشان الصوره رقم واحد اللي انا بشاور عليها حاليا، ان الاكتين يلامس الاكتين، الاكتين من الناحيه دي هيلمس الاكتين من الناحيه اللي هنا، ده بيكون في الساركومير واحنا اوتسايد ذا بادي. لما خلعت العضله من مكانها واختفى فيها التنشن، اقترب الاكتين من الاكتين لغايه ما لمس بعضه. لكن لما ارجع للصوره اللي فاتت هنا الاقي لا، ان الاكتين في مسافه بينه وبين الاكتين الثاني، وده بيحصل لما تبقى العضله فيها سنه ستريتش، زي الوضع اللي فيه العضلات داخل الجسم مشدوده بين اوريجين وانسيرشن، فالاكتين بيبعد عن الاكتين ويسيب لي حته كده في النص ما فيهاش اكتين، اللي هي بتظهر معانا الاتش زون. لما بنصور العضله اي باند ودارك باند بيظهر معايا الاتش زون اللي هي المكان اللي فيه مايوسين اونلي. يبقى ده هيظهر امتى الاتش زون؟ تظهر لما تكون العضله فيها سنه ستريتش. لكن لما اخلع العضله من مكانها يقترب الاكتين من الاكتين وتختفي معايا الاتش زون. في الحاله دي ادي ستيميوليشن اداني كونتراكشن معين اللي هو مشاور عليه هنا ده. طيب انا هروح ضاغط العضله، ضغطت العضله الاكتين طلع فوق الاكتين، الطول صغر فالكونتراكشن ضعف. طيب لما رحت مزود الانيشال لينس وشديت العضله لبره شويه بدا الاكتين يبعد عن الاكتين فاداني احسن كونتراكشن. ازود اكتر انيشال لينس بدا الكونتراكشن يضعف. زي ما انا شايف كده ايه اللي بيحصل. احنا عارفين معلومه ان السنترال بارت بتاع الميوسين ده ما فيهوش كروس بريدجز، ما فيهوش هيدز بتاعه الميوسين. ف لما نرجع تاني للصوره اللي هنا، لما كان الاكتين يلامس الاكتين، هنا في الاكتين كان في اكتيف سايتس في مواجهه السنترال بارت بتاع الميوسين اللي ما فيهوش كروس بريدجز، ما فيهوش هيدز اوف ميوسين. فكده في اكتيف سايتس ما فيش وسطها هيدز، وفي النهاية هنا هيبقى معايا هيدز مفيش قصادها اكتيف سايتس. وكمان لما ضغطت العضلة أكتر بدأ يطلع الأكتين أوفر الأكتين وبدأ يغطي اكتيف سايتس تانية، فبدأ عدد الأكتيف سايتس المتاحة للميوسين تقل. وأنا عندي إن الفورس أوف كونتراكشن يتناسب مع عدد الكروس بريدجز اللي بتتكون بين الأكتين والميوسين. كل ما أعمل عدد كروس بريدجز أكبر كل ما الفورس أوف كونتراكشن هيكون أقوى. فهنا في الصورة دي لا، الاكتيف سايتس متغطيه، اكتين مغطي الاكتين مداري الاكتيف سايتس، فهيديني فورس اوف كونتراكشن ضعيف، وكل ما اضغط اكتر كل ما هغطي اكتيف سايتس اكتر. لما شديت لبره شويه او سبت العضله في الوضع الريستنج بتاعها، اصبح بس معايا جزء من الاكتين في مواجهه السنترال بارت بتاع الميوسين اللي ما فيهوش كروس بريدجز، فاداني كونتراكشن احسن شويه من ده لكنه ما زال كونتراكشن مش قوي. هبدا اشد اكتر واكتر لغايه ما أصبح الأكتين بعيدًا عن السنترال بارت بتاع الميوسين، وأصبح كل الأكتيف سايتس على الأكتين في مواجهة الكروس بريدجز، وإداني أفضل كونتراكشن. لما أروح مزود أكتر هيبدأ عدد الكروس بريدجز، أدي في أكتيف سايتس طلعت بره، وفي هيدز أوف ميوسين مفيش قصادها أكتيف سايتس، فكده بدأ يقل برضو عدد الكروس بريدجز، وهيبدأ يضعف الكونتراكشن لغاية ما حصل وايد سيباريشن بين أكتين وميوسين، طلع خالص الأكتين بره الميوسين، وهنا اختفى الكونتراكشن. لان مفيش ولا كروس بريدج متاح للميوس للاكتين. تمام، ده الفرانك ستارلينج لو او لينس تنشن ريليشن شيب، علاقه ما بين الانيشال لينس الطول اللي هيبدا منه الماسل فايبر الكونتراكشن، او احنا واخدينه هنا على الساركومير، والفورس اوف كونتراكشن اللي ديفلوب. اتكلمنا على الكلام ده انه في علاقه طرديه بين عدد الكروس بريدجز اللي بتتكون بين اكتين وميوسين وبين الفورس اوف كونتراكشن، وان العضلات داخل الجسم مشدوده بين اوريجين وبين انسيرشن، مشدوده الى الايديال لينس اللي يدي احسن كونتراكشن، بحيث لو خلعنا التندون من مكان وثبتناه في مكان ابعد او ثبتناه في مكان اقرب هيدي كونتراكشن اضعف، وان الاكسسيف ستريتش هيؤدي الى ماسل ويكنس او حتى ايفن فيلير اوف كونتراكشن بسبب الوايد سيباريشن بين الاكتين والميوسين. في معانا علاقه ثانيه، الفيلوسيتي تنشن ريليشن شيب او الايفكت اوف افتر لود. هنا علاقة من الاسم انها علاقة بين التنشن، وهو برضه الاكتيف تنشن اللي هو الكونتراكشن فورس اوف كونتراكشن، مع الفيلوسيتي مع السرعة.
سرعة الكونتراكشن. كل ما الافتر لود اللي هي المقاومة الاقصادي، الثقل اللي انا مطالب ان العضلة تتغلب عليه وترفع الثقل ده، كل ما الافتر لود يزيد، لو انا هرفع كيلو محتاج فورس اوف كونتراكشن معين، لو هرفع 5 كيلو محتاج فورس اوف كونتراكشن اكبر، يبقى كل ما زود الافتر لود الفورس اوف كونتراكشن يزيد. دي معلومة بديهية، لكن الفيلوسيتي السرعة تقل. لو انا برفع كيلو، لو واحد بيلعب دامبلز وبيرفع كيلو تمام، هيبقى السرعة اللي بيعمل بيها الكونتراكشن عالية، سلايدنج سهل، اكتين اوفر مايوسين بينزلق بسهولة. كل ما زود الثقل عليه كل ما الفورس اوف كونتراكشن هيزيد، بس السرعة اللي هيعمل بيها السلايدنج تبقى ابطأ. ففي علاقة عكسية بين الفيلوسيتي وبين الفورس، كل ما ازود الفورس او كل ما ازود الافتر لود الفورس هيزيد، وكل ما ازود الافتر لود السرعة تقل. هيبقى في علاقة عكسية بين الفيلوسيتي وبين الافتر لود او الفورس، كل ما ازود الافتر لود الفورس اوف كونتراكشن هيزيد. لو انا حاطط 5 كيلو، حاطط 10 كيلو، 15 كيلو، تبدأ السرعة تقل مع زيادة الافتر لود. يبقى عند 5 كيلو كانت السرعة عالية، على 10 كيلو السرعة أصبحت أقل، على 15 كيلو سرعة أقل، على 20 كيلو معرفش يرفع الثقل أصلا. فهنا عندي نقطة، هنا مقدار الأفتر لود اللي تصبح عنده الفورس الفيلوسيتي تساوي زيرو، يعني كده فشل في السلايدنج اوف اكتين اوفر مايوسين، تحول الكونتراكشن الى ايزومتريك. مقدار التنشن او الفورس اوف كونتراكشن هنا مثلا وليكن 19 كيلو، اللي السرعة اصبحت عنده بكام؟ بزيرو. عمل كونتراكشن لكن ما حصلش سلايدنج لاكتين اوفر مايوسين، يعني اصبح الكونتراكشن ده ايزومتريك كونتراكشن، ده هنسميه الماكسيمال ايزومتريك بوينت، هو الافتر لود اللي كان نوت بي اوفر كامد باي ذا ماسل، وتصبح عنده الفيلوسيتي تساوي زيرو. المهم ان في علاقة عكسية بين الافتر لود وبين الفيلوسيتي اوف كونتراكشن. هنا الكيرف ده بيوضح لي علاقات الثلاثه اللي خدناهم، الباسيف والاكتيف تنشن والتوتال تنشن، ان زي ما ملاحظين هنا الباسيف تنشن تمام، تنشن بيزيد باستمرار، بيزيد على طول على طول، يبقى ده دايركت بروبورشنال مع الانيشال لينس وزاوت ليميت. والاكتيف تنشن اللي شفناه بيزيد لغايه ايديال لينس، وبعدين بيبدا يقل مره ثانيه لما يحصل وايد سيباريشن بين الاكتين والميوسين. اما التوتال تنشن ده مجموع الاكتيف مع الباسيف، فالتوتال تنشن مساوي للاكتيف تنشن لما يكون الباسيف بزيرو، يعني العضله مش مشدوده والعضله ايه واخده الريستنج لينس بتاعها، هيكون التوتال تنشن مساوي للاكتيف لما يكون الباسيف يساوي صفر. والتوتال هيساوي الباسيف اول ما الاكتيف يصبح بصفر، يعني لما يحصل وايد سيباريشن بين اكتين والميوسين. لكن غير كده مثلا في النقطه زي كده هيبقى التوتال تنشن مجموع الباسيف اللي هي الحته دي زائد الاكتيف اللي هي الحته دي، تمام؟ يبقى التوتال هيبقى الاكتيف زائد الحته دي اللي هي الباسيف.